وقعنا في شراكة استراتيجية جديدة نشجع جمهور النجم الرياضي الساحلي، أنه اليوم صار عندنا وضوح في الرأي أنه المستشار والسبونسور متاع جميع الفروع متاع النجم الرياضي الساحلي اللي هو أريدو، والشركة الشراكة الجديدة متاع تليفوني موبيل اللي سميناها أساس موبيل، واللي هي شركة معنا تابعة النجم الرياضي الساحلي. شراكة تصب في نفس الخانة أنه تطوير الموارد متاع النجم الرياضي الساحلي بالنسبة للمحبين والمشجعين، ما مش تكلفهم أكثر، بالعكس أنه العرض التجاري هذا من أحسن العروض الموجودة على السوق. الإضافة أنه يقول لك الماء اللي ماشي للسدرة الزيتونة أولى به، أنه المحبين والمشجعين هم مش يستهلكوا، عندهم قسط معين من المصاريف على الهاتف الجوال، أنه فعود يصرفها وتمشي مال وفلوس ماشى الشركات أخرى، أنه تمشي للشركة هذه متاع الإتوال موبيل اللي من جملة المبيعات ومن جملة المصاريف اللي مش يصرفها هو، فما هامش ربح هام اللي مش يرجع للخزينة متاع النجم الرياضي الساحلي. دونك كل المحبين تاع النجم الرياضي الساحلي وقت اللي ياخذوا تليفون ولا نومرو متاع هاتف جوال على لو اس اس موبيل يعرف اللي في اخر المطاف على كل 5000 ولا على كل 10000 معنا من الاستغلال هذايا هامش كبير يرجع للخزينه متاع النجم الرياضي الساحلي، اللي مش تسهل لنا باش تخلينا نجيبوا الاضافه، تخلينا ندعموا الفريق، تخلينا نجيبوا ملاعبية جدد، وتخلينا ان ننافسوا على الالقاب في جميع المجالات. لها علاقه استراتيجيه زي ما ذكرنا، هذه العلاقه ابتدات من 3 سنوات بالاشهار، وطبعا مددنا العلاقه ل 3 سنوات اخرى. وبالنسبه لاو اس اس موبيل هو عباره عن علاقه تجاريه اللي حتعود بالمنفعه على الطرفين. زي ما بتعرفوا شركه اريدو عندها نقاط البيع الاكثر في تونس، عندها ريزو قوي جدا بجميع انحاء جمهوريه تونس، فهيدا حتساعد على تطوير هذه العلاقه من ناحيه المبيعات، من ناحيه الدخل، يزيد الدخل بالنسبه للنجم الساحلي.